غرة نوفمبر على الساعة 0، حين ضرب التاريخ موعداً للرجال ذات 54. يومها قرر شباب مناضلون آمنوا بأن الحرية تقتلع بسواعد الرجال والنساء، فدوت الجبال وانتفض كل شبر من هذه الأرض الطاهرة، أرض طهرتها دماء شهداء الصمود على مدى أزيد من قرن، من عبد القادر بن محي الدين ورجالات المقاومة في كل الربوع إلى سعال بوزيد وأولئك الذين سقوها في 8 من مايو 1945، لتزهر وعياً وعزيمة في قلوب شباب لقنوا حروف الشرف في نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري، ليفهموا أخيراً أن فرنسا لن تسمع صوت الشعب إلا مرفوقاً بأزيز الرصاص. أحيا الجزائر! وفي مارس 54 يجمع شتات المقاومة بتأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل، ويتبعه اجتماع المدنية أين وقع 22 رجلاً من شباب الحركة الوطنية على ميلاد إحدى أهم ثورات التحرير في التاريخ الحديث، بميلاد جيش وجبهة التحرير الوطنية، ميلاد خط الستة لمساته الأخيرة في اجتماع 23 أكتوبر بنداء 1 نوفمبر. فكانت الساعة 0، واستحالت ليلة القديسين ليلة لقدسية الجزائر. سبع سنوات برسم الزمن والتضحيات هز فيها صمود الجزائري وبطولاته العالم، وفهم المستعمر أن موعد حمل الحقائب والرحيل قد حل، بعد أن قال الشعب قوله وحق قول الشعب.